اهلا بيكم في اول فيديو معانا في البلاي ليست دي. ان شاء الله في البلاي ليست دي هنتكلم عن ال دي اس بي اف 28335. دي اس بي ديت ليها فريكوانسي 150 ميجا، ونقدر نبروجرام الدي اس بي دي عن طريق الماتلاب، ودي حاجة لذيذة جدا. بدل ما عايز مثلا اكونترول انفرتر، اكونترول اي حاجه، ديجيتال اوتبوت، ديجيتال انبوت، بي دبليو ام سيجنالز، كنترول فريكوانسي بتاعتها، اي دي سي، اقرا انالوج سيجنال، كل ده اقدر ابني عادي عن طريق بلوكات موجوده على السيميولينك في الماتلاب، وارفع الكود على طول على الدي اس بي بدل ما اكتب سي لانجويج مثلا او كده. هنبدا نشوف اول حاجه في الفيديو ده الهاردوير اللي احنا هنشتغل عليه. زي ما احنا شايفين كده، الدي اس بي تكون من اهم حاجه هنا هي كنترول كارد، ودي اللي عليها المايكرو كنترولر بتاعنا، هو ده. ومعانا هنا الدوكينج ستيشن ديت، ودي بتسهل الانترفيسنج مع الكنترول كارد عن طريق البين هيدرز اللي موجوده دي. فببدا اول حاجه ان انا اركب الكنترول كارد هنا. طبعا بتاكد ان البينات ديت نفس عدد البينات دي، يعني الترتيب صح، وابدا اركبها زي ما بركب الرام بالظبط. طبعا عملت التكتين دول، معناها ان هي ركبت صح. اقدر بعد كده عن طريق البين هيدرز اللي هنا ديت بجامبرز، محتاج جي باي او معين، فالارقامهم موجودة هنا. اشوف الجي باي او اللي انا محتاجه، فاخد بجامبر من على البين هيدر ديت واوصله على الحاجة اللي انا عايزها بره في بلاك بورد، في سيستم، اي سيستم انا بنيه او اي حاجة. فمعايا هنا صف جي باي او مكتوبين مترقمين، وصف تاني زيه الناحية التانية هنا برضو مترقمين. معايا تحت هنا برضو صف كمان ADC Analog to Digital Converter، دي Channel B من 0 لـ 7، وفي برضو الناحية التانية هنا Channel A ADC من 0 لـ 7. كمان بيديني option لذيذ جدا، هو لو عايز محتاج ground أو محتاج power لأي sensor مثلا أو أي حاجة، فبيديني هنا pin headers للground و 3.3 فولت و 5 فولت، والناحية التانية برضو بيديني 3.3 فولت وground. طيب ازاي اقدر اكونكت الدي اس بي ديت على الكمبيوتر؟ بحتاج الكابل اللي بيجي معايا هذا، وهو ده كده اهو. ببدا ان انا اوصله هنا من الكونكتور ده، ومن الناحيه التانيه ده كابل يو اس بي عادي خالص، ده شكله اهو. ببدا ان انا اوصله على الكمبيوتر، تمام. وبعدين عندي السويتش بتاعي هنا ده كده اون، يعني واخد باور من الدي سي جاك اللي انا مش موصله دلوقتي ده، وكده يو اس بي يعني هياخد الباور من هنا واقدر ان ابلود الكود. فلو عملناه كده، كده الدي اس بي اهي نورت، يعني باور وصل لها واقدر ان انا ابلود عليها كود من الماتلاب. خلينا نشوف انا محتاج اجهز ايه من الماتلاب علشان الفايل سيمولينك بتاعي يقبل ان هو يتعمل له ابلود على الدي اس بي دي. طيب دلوقتي احنا فتحنا الماتلاب، اول حاجه هنعملها نفتح فايل سيمولينك جديد، ندوس هنا سيمولينك، كرييت موديل. بعد ما فتح معايا سيميلينك، اول حاجه هعملها عايز اختار نوع البورد اللي انا هشتغل عليها، فاروح للموديلنج، موديل سيتنجز، واختار موديل سيتنجز اللي هي شورت كات كنترول اي. من موديل سيتنجز هنا اروح على هاردوير امبلمنتيشن، هاردوير بورد، وابدا اختار البورد بتاعتي اللي انا شغال عليها اللي هي تي اي دلفينو اف 28 33X اللي احنا شغالين 335 يعني. اختارها واستنى شوية هيبدأ ينشيلايز البورد. هو اختار الفيندور اهو تكساس انسترومنتس، ودي فعلا شركة مصنعة البورد، والتايب بتاعها سي 2000. في شوية اوبشنز هنا اقدر ان انا اعدل منها حاجة اللي انا عايزها بالنسبة للاي بي دبليو ام، وبالنسبة للاي دي سي، كل الحاجات دي ممكن نشوفها بعد كده، مفيش مشاكل منها دلوقتي خالص. انا بس ايه الحاجة الأساسية ان انا اختار البورد وادوس ابلاي اوكي. هو على طول لوحده وداني على تاب جديدة بدأها اللي هي هاردوير، وهنلاقي هنا مختار هاردوير بورد اهي، ونوع البورد اللي احنا شغالين عليها. هروح انا على سيميليشن عادي خالص زي ما ببني اي فايل عندي. افتح لايبرري براوزر، من لايبرري براوزر هنا هبدا ادور على embedded coder support package for Texas Instruments C2000 processors، هي دي اللي انا عايزها. خلينا ندبل كليك عليها
وبعدين اختار البروسيسور اللي انا شغال عليه برضه بالرقم بتاعه اللي هو C28333X، هو ده، دوسة واحدة بس كده جاب لي كل البلوكات اللي انا اقدر استخدمها، ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت، بي دبليو ام، كان ترانسميت وكان ريسيف، اي دي سي، عندي كمان شوية كوميونيكيشن بروتوكولز تانيين زي اس بي اي والاي تو سي، حاجات لذيذة جدا هنشوفها كلها مع بعض، كل حاجة منهم في فيديو لوحدها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، هنشوف ازاي نستخدمهم وايه الاوبشنز الموجودة فيهم، وكل التفاصيل هنشوفها كل بريفرن منهم في فيديو لوحده ان شاء الله.